من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، ومعناه أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. موكل إعلان موجود على الفيس لازم تبدي رأيك به، مو كل نقاش وأنت جالس في مكان لازم تحكي بالموضوع، مو كل خبر لازم يكون مرجع عندك، مو كل قصة لازم تدلي بدلوك فيها. إذا كانت تعنيك قل، وإذا لا تعنيك أسكت، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كثرة الكلام تجعل كلامك لا قيمة له. المهذار الناس لا تلتفت إلى كلامه، ستقرأ كلامه أول مرة وثاني مرة وخامس مرة، ثم يقولون هذا باستمرار يعلق، باستمرار يكتب، باستمرار يشارك. ستزدر الناس كلماتك، وسيزدرون وجودك إذا كنت موجودا فيما يعنيك وفيما لا يعنيك. دخلوا على بعض الصحابة في مرضه الذي مات فيه ووجهه يتهلل، فسألوه عن سبب تهلل وجهه. بالعادة في سكرات الموت الناس تخاف، الناس تضطرب، بس هذا مرتاح، أسارير وجهه مرتاحة. سألوه عن سبب تهلل وجهه فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي سليماً للناس. أنا مطمئن بفضل الله، قلبي سليم تجاه هؤلاء الناس، ولا أتكلم فيما لا يعنيني. عن الحسن قال: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. قال سهل ابن عبد الله التستري: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. من تكلم فيما لا يعنيه، لأنه منين بده يجيب كلام يخلص الكلام الصدق؟ لذلك بده يجيب كذب مشان يشارك، مشان يدلي بدلوه. من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. قال بعض العارفين: إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك، وإذا سكت فاذكر نظره إليك. وقال معروف: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل.